اليوم راح نحمل القشطة ونستخدمها بالوصفات اللي جاية. أول شي بننزل لترين حليب، وأول ما يغلي الحليب نضيف 4 ملاعق خل، نحركهم شوي وهيك بيكون فرط عندنا الحليب. بنجيب طاسة ومصفاية وهلا بنصفيها. وبناخذها على مكان بارد. للخليط الثاني بدي لتر حليب، سكر حسب الرغبة، شوية ماء زهر، وآخر شي بنزل 4 ملاعق نشا. نخلطهم مع البارد كتير منيح ونحطهم على النار. نضل نحركهم لبين ما يتقل القوام، وراح نستنى هاي كمان لتبرد. هيك بيكون شكل الخليط الأول، وآخر شي بنصبهم فوق بعض ونخلطهم كتير منيح. نحطها بالبراد نخليها تتماسك شوي، وبعدين بتكون جاهزة للاستخدام.